وهذا رجل آخر يقول: غضبت زوجتي وتأهبت للخروج من المنزل قاصدة الذهاب إلى أهلها في بلدة أخرى، فقلت لها: لو خرجت تكون خالصة. فقالت: وماله؟ فقلت: علي الطلاق بالثلاثة، لو خرجت ما تخش البيت إلا ميتة، وأريد ألا ترجع طوال حياتها. فخرجت وذهبت إلى موقف السيارات، فخرج وراءها بعض النسوة وأقنعنها بالعدول عن الذهاب إلى أهلها، فعادت إلى المنزل، فهل وقع بهذا طلاق؟ إن كانت نيته منعها من الخروج وكانت للتهديد فلا طلاق، أما إن كانت نيته الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كانت نيته منعها من السفر إلى أهلها فما دامت لم تسافر فاليمين لا يقع، والله أعلم.